وجه اليوم الموعود، يوم الفرح، وانا ما نمتش من قبلها اساسا، وقعدت ابعت لحازم على الواتس: يا حازم صحيت؟ يا حازم اول ما تصحى رد عليا. كانت صلاه الجمعه شغاله. يا نهار ابيض، كل ده ما ردش. يا حازم بالله عليك يا حازم رد عليا، الله يخليك. انت اللي هتغني يا منعم، وما فيش دوبلير غيرك يشتغل. هي بنتي في، انا كنت بصلي الجمعه. قلت له: والله افتكرتك فقدت الذاكره على ميعادنا، بس لان سيادتك بترد بعد الرساله بعد الهنا بسنه. قال لي: لا طبعا فاكر ميعادنا وجاهز وكل حاجه، بس مش هاجي دلوقتي، لسه هنتحرك على بعد العصر كده. قفلنا مع بعض وانا في قمه التوتر، وطبعا قلت لماما انا رايحه المناسبه، رايحه فرح واحده صاحبتي. وماما قالت لي ماشي، لان هي كمان كانت معزومه عند خالتي، كانت خالتي عزمها على العشاء. وخرجنا احنا الاثنين، واتقابلنا الساعه 8 في كافيه قريب من القاعه. قلت له: الحمد لله على السلامه، انا حاسه اني تعبتك قوي، مش عارفه اللي احنا هنعمله ده صح ولا غلط، انا مش عارفه ازاي وافقتك. لا اولا الله يسلمك، ثانيا لو بتتكلمي على التعب انا مش تعبان ولا اي حاجه، انا بس عايزه اجيب لك حقك وعايزه احسسك انك ما يبقاش دمك محروق. انا الحق عليا؟ قلت له: لا مش الحق عليك ولا حاجه. كمل وقال لي: ثم ده كان اقتراحي، يعني مش انت اللي قلتي لي ولا اي حاجه. قال لي: ريهام ارجوكي مش عايزك تتوتري. قلت له: طب قولي كده هنتعامل ازاي وهنعمل ايه، فكر معايا بصوت عالي. الموضوع كان حماسي في الاول، بس اول ما دخلت فيه حاسه اني مش عارفه كده، مش عارفه هتصرف ازاي. قال لي: بسيطه يا ستي، هنتعامل بهدوء، واحد وحبيبته مكتوب كتابهم، مش هنبالغ يعني. كل الفكره ان هو بس يعرف انك كملتي حياتك ولقيتي الاحسن منه اللي هو انا طبعا، وما قدرتيش تقاومي بقى وبتموتي فيا وكده يعني. ايه يا عم كل ده حيلك حيلك، ما هو ده اللي هيقهره يا قبلتي. ماشي يا سيدي اتفقنا، بس ايش يا كذي. طبعا لازم اكون قد المهمه بتاعتي وقد الامر اللي معايا طبعا. شكلك مش هتجيبها البر يا حازم. طب يلا بينا العريس وصل. جاهزه يا ريهام؟ جاهزه يا حازم وربنا يستر. قلت له: صحيح، خلي بالك مامته اكيد هتسلم علينا هي وخالته، خلي بالك ممكن اي حد يقول لنا اي كلمه تضايقنا، ما تزعلش، هم اكيد قصدين ان انا ما يعرفوكش انت، وانا هتصرف ساعتها. وقف حازم من مكانه ومد ايده لايد ايمان وقال لها: مراتي محدش يقدر يمسها بكلمه، حتى لو مراتي لمده ساعه واحده بس. قدام باب القاعه نقول اكشن حازم اكشن. ومسك حازم ايد ريهام ولفها حوالين دراعه، ودخل الاثنين وابتسامه على وشهم. وريهام كانت مكسوفه جدا انها حط ايدها في ايده كده لاول مره. دخلوا الاثنين والفرح شغال وموسيقى عاليه، واستقبلتهم ام العريس وباباه. ام العريس: ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ريهام: الحمد لله يا طنط، ألف مبروك، أحب أعرفك على المستشار حازم خطيبي. أم العريس: أهلا يا ابني، عقبالكم. حازم قال لها: تسلم يا ست الكل، اللهم أمين. اتفضلوا. وقعدوا على ترابيزة وبين نظراته، بس لقيت حازم بيقول لي: الحقي واحدة جاية تسلم عليك اهي. قلت له: دي خالة العريس وحماته، ما كانتش بتطقني أصلا. خالة العريس: ريهام ازيك يا حبيبتي، عقبالك. ريهام: تسلم يا طنط، ألف مبروك. خالت العريس كملت بابتسامة وشماتة كده: معلش بقى يا حبيبتي، تبقى في بقك وتقسم لغيرك. ريهام ابتسمت ولسه هتتكلم، حازم حط دراعه على كتفها بسرعة وقربها منه، وريهام دس على رجله بغيظ وبتبتسم. وحازم قال لخالت العريس: من حظي الحلو انه اتقسم لغيرها على فكرة، عشان ريهام تبقى من نصيبي. وبص ريهام بكل حب. خالت العريس: مين الاستاذ ده وسايباه يحط عليكي كده ليه يا ريهام؟ ده خطيبي المستشار حازم ومكتوب كتابنا. وكملت بابتسامه وانا مبسوطه، والحمد لله انها اتقسمت لغيري فعلا، ربنا يسعدهم. الست كبست كبسه لما شافت الحب اللي في عينيهم. وبعد ما مشي ريهام: شيل ايدك من على كتفي يا حازم، انت فاجئتني بالحركه دي، انت هتستعبط. حازم: حسيتك بس توترتي، بس كان لازم اعمل كده عشان اسلوبها غاظني، ما تخافيش مني قوي كده. حسيتك بتنزلي في الكرسي على فكره. ايوه طبعا، وانت مستنيني احضنك قدامها ولا ايه؟ حازم قال لي: طب والله تبقى حركه جامده، استنى اندها لك تاني. ريهام: يا لهوي عليا، هتنقطني، استنى ما اشوف الفون اللي بيرن ده، دي ماما. حازم: حماتي الغاليه، ردي عليها. ريهام: حماتك؟ حماتك دي لو تعرف انك معايا وبقول انك جوزي كده هتشنقني وتعلقني على باب البيت. قمت بعيده ارد على التليفون، وانا راجعه شفت واحده بتتكلم مع حازم وبيضحكوا سوا، رحت قعدت جنبه وبوصله كده. لقيت حازم بيقول لي: دي كانت بتسالني عن انت تبع العريس ولا تبع العروسه. ريهام قالت له: واضح فعلا انك هتتشقط مني. حازم قال لها: ايه يا بيبي، هتغيري عليا ولا ايه؟ ريهام قالت له: على ايه يا حسره، بس المفروض قدامهم انت جوزي واني ماليه عينك وجايه افتخر بيك وكده. طب والله العظيم انت بارده، وكنت برخم عليكي، هي اصلا اللي جايه تشبه عليا وفاكراني حد تاني مش اكتر، وقلت لها اني معايا بنوته زي القمر مستنيها. ريهام قالت له: بس كده يعني؟ قال لها: والله بس كده. قلت له: ماشي يا متر، يلا نسلم على العريس. بص لي كده وهو مكشر بهزار وبيقول لي: خدي هنا، ايه ماشي دي متر دي، انت شكتي فيا وفي اخلاصي، انت تعطيني في عز ما املك وانا اطالب بالتعويض.
ضحكت قوي وقلت له ايه يا متر، هي المحكمه لحقت توحشك ولا ايه؟ وكمان عايز تعويض، يكش تكون فاكرني القاضي ولا حاجه. بص لي كده وابتسم قال لي احلى قاضي ده ولا ايه؟ طب يا ريت القاضي يبقى عسل كده وانا هبات في المحكمه. قلت له بس بقى يا حازم، الناس بتبص عليا وبضحك. قال لي انا عايزهم يبصوا على ضحكتك يا ستي، انت مالك؟ وبرده مش هتنزل على التعويض. قلت له طلباتك يا متر. قال لي عزمك على العشاء بعد ما نخرج من هنا، ممكن؟ بصيت له كتير وابتسمت. الحكم بعد المداولة. انفجر حازم في الضحك وقال لي 160 سنتي بس جبارة. وقمنا احنا الاثنين واحنا بنضحك واحنا رايحين على الكوشة. بجد كنت بضحك من قلبي. اول ما قربنا على العريس والعروسة، اول ما احمد شافني اختفت ابتسامته وبص لي قوي. قربت منهم وعليت صوتي قلت له مبروك يا احمد، مبروك يا منى، ربنا يتمم بخير. احمد رد عليا وقال لي عقبالك يا دكتوره. وهنا حازم مسك ايدي وقال له خلاص بقى، اللي سبق كان النبأ. بص احمد باستغراب، وقبل ما يسال حازم سلم عليه وقال له مبروك يا استاذ احمد. وانا قلت له اعرفك يا احمد، ده المستشار حازم خطيبي ومكتوب كتابنا في ايدي. احمد دمه اتحرق ووشه اتخطف واتضايق جدا، لانه اصلا كان هدفه من دعوته للفرح ليا اني انا اتضايق واعرف ان تخطاني وخلاص. ما عرفش ان انا كنت كده كده هاجي، وما عرفش ان انا كمان جايه في ايدي جوزي. دمه اتحرق وعرف ان انا اصلا هو ما كانش فارق معايا واني تخطيته بالفعل. نزلت انا وحازم من عكوشة ومبسوطين جدا وبنبص لبعض وحاسين بالانتصار. انا فعلا هديت، انا فعلا دمي راق، انا خلاص ما بقاش دمي محروق. قال لي شفتي بقى كان اقتراح جامد ازاي؟ قلت له والله جامد جدا. بص لي وابتسم وقال لي حاسس انك مرتاحه؟ قلت له جدا جدا. طب ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ قال لي تعالي نقعد شويه وبعدين نمشي. قلت له قشطه يا متر. قال لي قشطه، انت خدتي عليا قوي على فكره. وقعدت انا وحازم بعد الضحك ده كله على ترابيزه ام العريس وخالته، وكانت فقره التورته، والعريس والعروسه بياكلوا بعض. واحمد قبل ما ياكل منى بص لي كده وابتسم لي قوي، قال لي يعني بيغزني يا ربي على دماغه التافهه. لقيت حازم بعدها بص لي وقال لي انا دلوقتي عرفت انت سبتيه ليه. قلت له ليه؟ قال لي عشان هو غبي وعاملك زي اي واحده. قلت له اه، ولسه بيبتسم لي قبل ما ياكلها كمان، فاكرني هتضايق؟ ده ربنا انا جد هنوسه. قام حازم ضحك وقال لي انا برضو بقول كده. ام العريس قالت لحازم الدكتوره ريهام دي ادب واخلاق مفيش كده. حازم ابتسم وقال لها ده من حظي الحلو ودعوات امي ليا طبعا. وقرب مني وهمس في ودني وقال لي ابنك هو اللي ما شافش تربية يا حاجة. بقيت هموت من الضحك وحطيت وشي في كتف حازم وقلت له هتفتكر ان احنا بنتريق عليها؟ يخرب بيتك ما تضحكنيش. حاولت امسك نفسي عشان ما اضحكش، بس كل ما ابص لحازم بجد بنضحك لا ارادي. قربت عليه وقلت له انا اسفه، الروج اتمسح على كتفي، كويس انها بدله سودا. قال لي ولا يهمك يا ستي، ولو بيضه فداكي برضو، كنت هديكي الجاكيت تغسليه. قلت له اقلعه يا سيدي اخده انضفه لك والله. قال لي لا عايزه، انا بهزر معاكي. قلت له طيب تمام، انا رايحه الباث روم اظبط الميك اب. قال لي انت كده حلوه مش محتاجه. قلت له معلش لازم احط روج مكان المسح لحد يفهمنا غلط ولا حاجه. ركز يا متر، ده انت اللي متر. اه صحيح، ده متر و60. قلت له اه و60 ومستمتعه كده جدا يا ابو طويله. قال لي يلا يا قزعه مستنيكي. رحت الحمام اظبط الميك اب بتاعي، وانا خارجه لقيت احمد واقف بيقول لي مش لو كنتي وافقتي نكمل سوا كان زمانك مكانها. قلت له مش وقته احمد الكلام ده خالص، الف مبروك وربنا يهنيكوا ببعض. جيت امشي مسك دراعي بعنف وقال لي خدي هنا انا لسه بكلمك. وفي نفس الوقت حازم حس ان انا اتاخرت وجاي يشوفني. لمحني مع احمد من بعيد وسمع كلامنا، بس انا ما كنتش شايفاه. لقيت احمد بيقول لي عاجبك في ايه ده؟ وكمان كتبت الكتاب بسرعه قوي كده ما توقعتش. قلت له اوعى ايدك دي، انا حره على اساس ان ده فرح حد تاني؟ ما هو ده فرحك وانت اللي سهلت عليا كل ده باللي انت عملته. انت اصلا سهل جدا انك تتنسي على فكره وتخطاك كمان. وبالنسبه للي عاجبني فيه فهو كله على بعضه عاجبني، كفايه انه راجل بجد حاسه معاه بامان وبيحترم رايي وتفكيري، وفي بينا لغه حوار بنحس ببعض وبنفهم بعض، وبيخاف عليا اكتر من روحه، مش زيك حاميها حراميها. قال لي يا ريهام افهميني. وهنا حازم اتدخل بسرعه وقال له لما تنطق اسم مراتي تقول لها دكتوره ريهام يا عريس. وحازم بص لي كده بحب وقال لي حبيبتي وحشتيني، اتاخرتي قوي قلقت عليكي. بصيت له بابتسامه قلت له حبيبي انت كمان وحشتيني، بس الاستاذ احمد كان بيبارك لي وبيقول لي يا زين ما اخترتي. حازم بص لاحمد ساعتها بجمود كده وهو قافل وشه وقال له شكرا. وبعد ما احمد ما مشي وبقيت انا وحازم لوحدنا، لقيت حازم بيبص لي باهتمام وبيقول لي ريهام انت كويسه بجد؟ بصيت له قلت له كويس قوي ان انت جيت. حازم قال لي انا سمعت جزء كبير من كلامكم. قلت له وانا رديت عليه كان بيقول لي عاجبني فيك ايه؟ حازم ضحك وقال لي انا سمعت ردك. قلت له بجد يا حازم شكرا انك موجود. قال لي العفو يا قزعه. بصيت له وضحكت وخرجنا لترابيزتنا بره، كنا هنمشي خلاص. خرجنا لترابيزتنا عشان نسلم على ام العريس ونمشي، لقيتها صممت قوي ان احنا نقعد وناكل الجاتوه كمان، فاضطرينا نقعد تاني. كنت حاسه اني مرتاحه قوي في وجود حازم، كانت نظراته وابتسامته حلوه،
كانت بتطمناني بصراحة، بس الأول كنا بنبتسم لبعض عشان بس قدام الناس، إنما بعد كده كانت ابتسامة من القلب بجد. أم العريس كانت مركزة معانا قوي. لقيت حازم بياخد قطعة الجاتوه في الشوكة بتاعته وبيحطها لي في بقي. كنت محرجة جدا من الحركة دي، بس ابتسمت وقلت شكرا، هعمل ايه، ما انا لازم اكلها، ما هو المفروض جوزي. قرب مني حازم وقال لي على فكرة انا مش بعمل كده علشانهم. اتكسفت اكتر وبصيت للطبق اللي انا باكله. وبعد ما خرجنا بره القاعة قلت له حازم بجد انا مش عارفة اشكرك ازاي، بجد كان يوم جميل وكانت ليلة حلوة قوي، ما كنتش متوقعة ان انا هعمل كده واني هرد اعتبار. قال لي بجد يا ريهام صدقيني انا اللي المفروض اشكرك، انا عشت اجمل ليلة في حياتي. قال لها بجد يا ريهام والله العظيم انا اللي المفروض اشكرك على اليوم الحلو ده، بشكرك انك وافقتي على اقتراحي، بشكرك انك قضيتي معايا ليلة وكأنك مراتي حتى لو قدام الناس، بجد انا مبسوط جدا، شكرا على ثقتك فيا وانك وافقتي على اقتراحي، بجد انا كنت مبسوط قوي النهارده. ابتسمت قوي وقلت له طب يلا بينا عشان حاسه اني بردانه قوي يا دوبك نروح. قال لي لا استني، كان في اتفاق ان احنا نتعشى مع بعض، هتنكري بقى ولا ايه؟ وعزمني على العشاء، وبالرغم ان انا كنت عملت كل اللي انا عايزاه وحاسه اني مبسوطه وخدت حقي، الا اني في حته جوايا كده كانت حاسه بالذنب. في الاول وفي الاخر حازم ده برضو راجل غريب، لا هو من قرايبي ولا هو اخويا ولا هو كان حد ينفع ان انا اعمل كده ونكون بالقرب ده من بعض، واحنا حتى بنمثل ان احنا متجوزين ومكتوب كتابنا. فلقيته بيقول لي كده في وسط سرحاني، ريهام مالك يا ريهام، في حاجه مضايقاكي حصلت النهارده؟ انا عملت حاجه ضايقتك؟ قلت له لا لا ابدا يا حازم، بالعكس انت كتر خيرك انك ساعدتني في اني ارد حقي، بس بصراحه كده ما تاخذنيش، انا حاسه بالذنب، حاسه ان انا لولا الموضوع دوت وان انا كنت عايزه اخد بالطار كده من احمد، عملت حاجه ما كانش المفروض اعملها. ما تزعلش مني، احنا صحاب، بس في نفس الوقت انت برضو بالنسبه لي راجل غريب، ما ينفعش اكون معاك بالقرب ده وانك تمسك ايدي ونبقى قريبين من بعض بالشكل ده. لقيته اتوتر كده وقال لي انا والله كنت عايزه اساعد، انا ما كانش قصدي انك تتضايقي ابدا. قلت له عارفه عارفه والله عارفه، وانا كمان وافقتك، انا ما جيتش غصب عني، بس غصب عني حسيت كده لاني مش متعوده اتقابل مع اي حد وخصوصا لو شاب، كان احمد هو الوحيد بس اللي يعرفني واللي احنا كنا بنتكلم عشان احنا مخطوبين. خلاص خلاص عشان خاطري ما تتضايقش، مش عايزه اعكنن عليك في يوم انت فرحتني فيه. مسكت شويه كده، قلت له ارجوك يا حازم ما تزعلش مني ومن صراحتي، بس انا حاسه بالذنب ان انا قاعده مع راجل غريب، وده طبعا ما يقللش منك ابدا، يمكن الاول لما كنا بنقعد مع بعض انا وانت واسراء في المستشفى كان بيبقى عادي لان ده مكان شغل وفي مكان عام برضو. وفي وسط كلامي قال لي استني يا ريهام انا عايزه اوريكي حاجه، ولقيته بيطلع من جيبه علبه صغيره وحطها قدامي وقال لي ريهام من قبل ما افتح العلبه دي انا هحترم قرارك جدا، انا من اول يوم شفتك فيه وانتي سانده على العربيه، اول ما ضيرتي وشك وبصيتي لي انا قلبي اتخطف، حسيت ان في حاجه جوايا اتغيرت، حسيت بإحساس غريب، وحتى لو كنا مش بنتكلم مع بعض وحتى لو كنا بنرخم على بعض في الأول احترمتك جدا، وجودك كان بيفرق معايا قوي، تقبلي تتجوزيني؟ ولقيته بيفتح العلبة وفيها الخاتم، بقيت مش مصدقة أنا كنت بقول إيه وإنت بتقول إيه، بصراحة اتخضيت قوي واتفاجئت وفرحت واتلخبطت وقلبي اتخطف، الخطفة اللي كنت بستناها قوي من زمان. ابتسم لاستغرابي وقال لي سيبيني أكمل يا ريهام عشان خاطر. قلت له اتفضل. قال لي حتى اليوم اللي الراجل جه ضايقك فيه بالليل وانا رحت وضربته كنت حاسس ساعتها ان انتي مسؤوله مني، كنت حاسس ان ما ينفعش اكون موجود وحد يضايقك وحد يكلمك وحش، حسيت ان حمايتك مسؤوليتي وان امانك برضو مسؤوليتي، وعلى فكره انا اقترحت الاقتراح ده ان انا اجي معاكي الفرح ده وعملت كده بس عشان اتاكد هل في من ناحيتك اي مشاعر ناحيه احمد، والحمد لله اتاكدت هنا النهارده ان انتي مش بتكني له اي حاجه، بالعكس انتي حتى بتشمئزي منه. قلت له حازم انت بجد فاجئتني، انا مش عارفه اقول لك ايه، وبقيت مكسوفه جدا حتى مش عارفه اكل ولا ابص له. قال لي يا ريهام بصراحه بيني وبينك كده الكام ساعه اللي قضيناهم مع بعض واحنا بنضحك ونهزر وعاملين تمثيليه ان انا وانتي مكتوب كتابنا كانت احلى لحظات عدت عليا، ونفسي نكمل التمثيليه دي وتكون هي حقيقتنا على طول، ونعمل خطوبه وكتب كتاب قدام الناس كلها، واحلى فرح يتعمل ليكي يا حبيبتي. قلت له بصراحه طيب اديني مهله افكر. قال لي طبعا فكري براحتك وايا كان قرارك انا محترمه. وفضلنا باصين لبعض لا عارفين ناكل ولا عارفين نكمل كلام. بعدها بربع ساعه قال لي ها قررتي ايه؟ قلت له انت مش قلت لي هتديني فرصه افكر؟ قال لي ما انا اديتك ربع ساعه اهو، ها قرري بسرعه. لقيت الحزن اترسم على وشي كده وقلت له انا اسفه يا حازم مش هقدر، مش هقدر اوافق على طلبك. قال لي ليه بس يا ريهام ايه اللي حصل؟ قلت له اصلي مش هينفع اتجوز واحد كل شويه يقول لي يا ازعه. وهنا انفجرنا في الضحك احنا الاثنين، طبعا انا كنت بهزر. رد عليا وقال لي يا شيخه وقعتي قلبي حرام عليكي، نقول مبروك بقى. ابتسمت كده وقلت له
انا موافقه. وهنا بجد فرحت قوي، لبسني الخاتم في ايدي واتفقنا ان هو يجي قبل بابا. قد ايه عوض ربنا جميل، سبحان الله، ربما منعك ليعطيك. افتكرت الليالي اللي دمي اتحرق فيها وانا بدعي ربنا واقول يا رب عوضني خير وعوض قلبي خير. الحمد لله ربنا جمع احمد ومنى مع بعض عشان عارف نيتهم، وجمعني انا مع اللي شبهي. وفعلا جه حازم وتقدم لبابا، وعملنا خطوبه كبيره قوي، وعشنا احلى ايام حياتنا مع بعض، وكتبنا الكتاب خلاص، وفرحنا الاسبوع الجاي. الحمد لله انه جمعني براجل. الف حمد والف شكر ليك يا رب. شاركوني تعليقاتكم واستنوني القصه الجايه.